ببيت من بيوت الكوفة وعند بركة المي يلي بوسط الدار بالتحديد، كانت النوار عم تنتظر زوجة كعب لينتهي من تغسيل وجهه لتعطيه المنشفة. الليلة الماضية كانت النوار شايفة منام مزعج كتير وما كانت عارفة كيف تخبره لزوجة كعب بالمنام، لأنه المنام ما إله إلا تفسير واحد، إنه زوجة كعب أكيد حيعمل عمل سيء كتير كتير. بس بالآخر قالت له: يا كعب، شفت مبارح منام كله سواد بسواد. ولما سألها كعب شو المنام، خبرته إنه شافت كعب بالمسجد عند صلاة الصبح وكان عم يطفي كل الأنوار يلي بالمسجد رغم حاجة المصلين لهيدا الضوء. طلع كعب بالنوار بطرف عينه وكملت النوار حديثة وقالت له: لما طفيت كل الأنوار يا كعب، شفت وجهك صار أسود أسود وإيديك صاروا سود سود. كان كعب بدو يعرف شو صار بنهاية المنام، بس فجأة طلعوا أصوات الجنود من برا يلي ناطرينه لكعب، فوقف حديثه مع النوار، حمل سيفه ودرعه وانطلق لبرا مع الجنود وتوجهوا على كربلاء. وبالفعل أخذ درعه أخذ سيفه وانطلق لبرات البيت ليتوجهوا على كربلاء، ووصل على كربلاء بيوم العاشر من محرم وانضم للصفوف الأمامية بجيش اللعين عمر بن سعد. وصل كعب يوم العاشر إلى كربلاء وانضم للصفوف الأمامية لجيش اللعين عمر بن سعد، وهو واقف بالصفوف الأمامية سمع رفيقه يزيد عم بيخبر أحد الجنود إنه اليوم بده يقتلوا لبرير. أحد الجنود نصحه ليزيد وقال له: برير شخص كتير قوي وهو من أوفى أصحاب الإمام، ما تكون مغرور بحالك، برير أكيد حيقتلك. بس يزيد ما سمع بكلامهم وجهز حاله ليروح يواجهه لبرير. ولما نزلوا على أرض المعركة ويزيد سألوا لبرير: كيف ترى حال الحسيني بعد أن قتلنا معظمكم؟ بجاوب برير بعد ما رفع بصره على السماء وبقول له: ما رأينا إلا جميلة وما رأينا إلا كل الخير. هون يزيد بيغضب كتير وبيفوت بالمواجهة هو وبراير وبصير في غبرة كتير كبيرة. ولما تروح هيدي الغبرة بلاقوا الجنود براير واقف ويزيد مقتول على الأرض. هون الجنود كتير بيخافوا وبصيروا يتشاوروا بين بعض مين الشخص اللي بده يروح يقتلوا لبراير هلأ، وما بيوقع الاختيار إلا على كعب. هون الكعب بيسكت وبيتذكر منام النوار يلي قالت له: شفتك عم تطفي كل الأضواء بالمسجد، شفت وجهك صار أسود يا كعب وإيديك صاروا سود. بس ما بيتراجع ولا بهمه منام النوار، بيحمل سيفه بيتوجه على المعركة وبيضربه لبراير بالسيف على راسه. براير استشهد، رحمك الله يا براير. استشهد سيد قراء الكوفة، استشهد سيد قراء القرآن الكريم، والأكيد بشهادته أنه جدران الكوفة رح تبكي وتشتاق لصوته. كعب رجع على المعسكر وهو بخجلان من حاله كتير، وفعلا وجهه صار أسود. ولما انتهت المعركة رجع عند النوار وإيديه كتير سود عم يطلع فيه ومرعوب وكتير خجلان، وبيقولوا بكتب التاريخ إنه من هيدا اليوم النوار ما عاد حكت معه أبدا لكعب، وبيقولوا كمان إنه انضرب بالسيف على راسه وقتل مثل ما قتل.